السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من لكل زمان ومكان. ونتحدث اليوم عن التهاون بالسنن والنوافل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيته، ولئن استعاذني لأعيذه. فما هي أهمية المواظبة على الطاعات؟ وكيف يتأتى للمسلم أن يداوم على الإقبال على الله تعالى من خلال السنن والنوافل؟ وما هي ثمرة الحفاظ على السنن؟ وما هي الأسباب التي تبعد الإنسان عن النوافل؟ وما خطر التفريط بها؟ نناقش هذه التساؤلات مع فضيلة الشيخ حسين حلاوة، الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. فضيلة الشيخ، نرحب بك في هذه الحلقة من لكل زمان ومكان. بداية، ما هي أهمية السنن والنوافل في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأت به المقدمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدي إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحب الكرام ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. حييك أخي الحبيب أستاذ جمال، وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين في كل مكان بتحية الإسلام، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام الطيبة المباركة. ونحن نودع اليوم 17 من شهر رمضان المبارك، ونستقبل اليوم 18، ولم يبق إلا يعني كما أسميها سويعات، من أول الشهر إلى آخره كله سويعات تمضي سراعا. ويا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والتحية موصولة لأهلينا في القدس الشريف، ونشد على أيديهم ونقول لهم يعني إذا لم تكن أموالنا على أيدينا معكم، فإن قلوبنا معكم بالدعاء وفي الليل وفي النهار، أن يقوي الله عزمكم، وأن يشد من أزركم، وأن يكون معكم، وأن ينصركم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. يا سيدي الحبيب، النوافل هناك ما شرع الله سبحانه وتعالى من العبادات، منها ما هو فرائض والفريضة، منها ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية. والنوافل منها ما هي نوافل مؤكدة يعني، ومنها ما هي نوافل غير مؤكدة. ونستطيع أن نشرح بتبسيط يعني كل هذه التي تحدثنا عنها. الفريضة، الفرض العين، هي التي يجب على كل مسلم أن يؤديها، وهي خاصة به، كأنها مرسلة إليه خاصة، كالصلاة، كالصيام، كالزكاة، كالحج. هذه فرائض عينية على كل مسلم يشهد الشهادتين أن يقوم بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. وهذه هي أركان الإسلام، وهناك فرائض أخرى يعني كذلك. الفرائض التي يسميها الفقهاء يعني فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الجميع الإثم، وإذا لم يقم بها أحد أثم الجميع، كمثلا وجود من كصلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية، كمثلا وجود طبيب في الأمة، كوجود مهندس، كوجود هذه الأشياء
تعتبر فرض كفاية على الأمة أن تستنفذ جهدها لتوجد أو لتوجد بينها. عدا هذه الفرض هناك سنن، هناك سنن مؤكدة. ما معنى مؤكدة؟ واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركها لا في سفر ولا في حضر، كركعة الوتر، وأيضا يعني كما قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، وذكر منها ركعة الوتر، ركعة واحدة أو ثلاث أو خمس، وركعة الفجر ثنتان اللي هي سنة الفجر التي تصلى قبل الفجر. الوتر وسنة الفجر مثال للسنن المؤكدة التي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر. هناك سنن أخرى غير مؤكدة. ما معنى غير مؤكدة؟ يعني فعلها النبي تارة وفعلها أخرى، كمثلا النوافل التي قبل العصر مع أنه رغب فيها وقال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا وقد صلى أيضا ثنتين، لكن مع ذلك يا سيدي فالنبي لم يوظب عليها. وهنا التساؤل فضيلة الشيخ، يعني ما الحكمة، ما الحكمة من السنن إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فرض فرائض وأمرنا ألا نتركها؟ نعم، السنن هي مكملات أو مجبرات لما يكون في الفرائض من نقص أو من تهاون أو من هذه الأشياء، كنوافل الصلوات. فأول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن جازت جاز يعني صلحت أعماله، وإلا نظر في النوافل في السنن التي كان يؤديها حتى تستكمل الصلاة كاملة، تمام؟ وهكذا مثلا في الصيام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صدقة الفطر، قال عبد الله بن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، بمعنى لو أن الصائم حدث عنده شيء من اللغو وشيء وهكذا، فإن صدقة الفطر تطهر يعني صيامه وتكمله، تمام؟ هذه يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك السنن الأخرى التي قد تكون مكفرات للذنوب، وكما قال النبي عليه الصلاة وأتم السلام مثلا يعني إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، والوضوء عامة في غير الصلاة سنة، يعني في غير ما هو للصلاة، أما الوضوء للصلاة فهو شرط لصحة الصلاة. لكن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلال يا بلال سمعت خشخشة عليك في الجنة فبما سبقتنا يا بلال، قال يا رسول الله ما أحدثت حدثا إلا وتوضأت، وما توضأت إلا وصليت لله ركعتين، بسبب أنه ما كان يعني يحدث حدثا إلا وتوضأ، وما توضأ إلا وصلى لله ركعتين، وهذه نافلة كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم له سمعت خشخشة عليك في الجنة بما سبقتنا. وهذا يقودني فضيلة الشيخ إلى التوسع حول ثمرات الحفاظ على السنن، يعني هذه ثمرة رضا الله سبحانه وتعالى ونيل الجنة في الآخرة، فهل هناك ثمرات في الدنيا للحفاظ الإنسان على السنن والنوافل؟ لا شك بأن الحفاظ على السنن والنوافل كما قال ربنا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجلي التي يمشي عليه، ولئن سألني لأعطينا، هذه ثمرات في الدنيا، ولئن استعاذ أن هذا الرضا الكامل من الله سبحانه وتعالى عن العبد، يعني إذا كان الله معه كل شيء، وإذا فقد الله كما يقولون فقد كل شيء،
لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولئن سألني لأعطينه، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى ضمن لمن يتقرب إليه بالنوافل ويزداد بالنوافل قربا إليه أن يستجيب دعاءه وأن يعيذه مما يستعيد به منه. وهذه كرامات وثمرات للنوافل في الدنيا. وغير ذلك لا شك هناك مثلا الصدقات، نوافل الصدقات ماذا تصنع؟ كل نافلة لها علاج لشيء يا سيدي، يعني كل نافلة من النوافل التي سنت تعالج شيئا عند الإنسان. خذ مثلا الصدقات، الصدقات نافلة، هناك زكاة فريضة، زكاة المال، زكاة الزروع، زكاة مثلا، هذه فرائض، لكن هناك نوافل وهي في الزكاة في إعطاء المال، ويطعمون الطعام على حب مسكينا، سواء كان على حب الطعام أو على حب الإطعام، هو يحب أن المعنى، يعني كلا المعنيين يعني يستفادان أو يستفادا من الآية، ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الطعام، هو يحب الطعام جدا، مثلا يحب اللحم، ولذلك هو يحب الإنفاق من اللحم لأنه يحبه، يحب مثلا التمر فتراه ينفق كثيرا من التمر لأنه يحبه، تمام؟ أو هو يحب الإطعام، عبادة الإطعام، عبادة الصدقة، ها؟ هو يحبها، عبادة الإنفاق يحبها، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ماذا كان الجزاء؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة. نعم فضيلة الشيخ، قبل أن نتابع يعني بالتفصيل حول السنن والنوافل، نوضح يعني حتى لغويا، هل النافلة فرع من السنة، والسنة أشمل تشمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسيرته؟ يعني النوافل ما يتنفل به العبد، والنافلة هي الشيء على غير الفريضة، على غير الفريضة أو على غير العزيمة تسمى نافلة، أو التي يفعلها الإنسان من غير واجب عليه أو من غير حق، تمام؟ تسمى أيضا نافلة. وأما السنة فهي ما صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لكن هذه السنة قد تكون واجبة. السنة هذه معنى السنة يعني في الاصطلاح، يعني مثلا زي تحريم الذهب جاء عن طريق السنة، لم يأتي عن طريق القرآن. تحريم الذهب على الرجال والحرير، النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الذهب في يد والحرير في يدي وقال هذان محرمان على رجال أمتي حل لنسائهم. وقد تكون السنة أيضا يكون منها النافلة، زي مثلا لما أقول من السنة أن يصلي المسلم بعد صلاة المغرب ركعتين مثلا، أو أن يصلي بعد صلاة العشاء ركعتين، أو بعد الظهر أربعا أو ركعتين. يعني هذه نافلة، ولكن قلنا عنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها، لأنها جاءت عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن النافلة هي فرع من السنة، والسنة اصطلاحا تشمل النافلة. السنة أعم من النافلة. نعم. ولذلك يقولون كل نافلة سنة، وليست كل سنة نافلة، ليست كل سنة نافلة، زي ما قلت هناك سنن واجبات، هناك سنن فرائض، هناك سنن محرمات، وهكذا. نعم تمام. وكل نافلة تعالج. سبحان الله، لما نظرت في النوافل التي سنها الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كل نافلة تعالج شيئا عند الإنسان حتى تجعله في النهاية عبدا خالصا لله سبحانه وتعالى. يعني مثلا
زي ما كنا بنتكلم نافلة الإنفاق تقضي على ما عند العبد من الشح. الزكاة قد تكون سنوية يعطيها مثلا في الحول، حوله في رمضان، طيب خلاص أنا أخرج الزكاة في رمضان، هل أجلس يعني هكذا لا أخرج من مالي شيء حتى نعم. يأتي رمضان الذي لا أبدا. الله عز وجل قال يعني في كتابي لما سئل عبد الله بن عباس أو لا أذكر من، المهم الآية نأتي بها نعم. لما ترى هل على المسلم شيء غير الزكاة؟ قال نعم نعم عليه شيء غير الزكاة. ثم قال اقرأوا إن شئتم قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ها؟ آتى المال على حبه برضو على حبه، إما حب الإنفاق أو حب المال، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة. نعم، فذكر وآتى المال على حبه، هذه النافلة، هذه النافلة. وانظر عندما جاء عند النافلة قال على حبه، لماذا قال في النافلة على حبه وعندما الزكاة قالوا أقام الصلاة وآتى الزكاة؟ لأن الزكاة فريضة، لا يتصور من المسلم أنه لا يؤتي الزكاة عليه. نعم. لكن لما جاء عند النافلة قال وآتى، أي أعطى، آتى هنا بمعنى أعطى، لأن الهمزة لو مدت تأتي معنى أعطى، ولو قطعت بمعنى أتى أي جاء، أتى أمر الله فلا تستعجلوه أي جاء أمر الله، لكن هنا وآتى المال أي أعطى المال، أنفق المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. أصناف الناس بقى اللي هو ماشي في طول السنة في بقية السنة حتى يأتي الحول، ها يعطي هذا ويعطي هذا، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ما من يوم تطلع شمسه إلا ونادى مناد اللهم أعط ممسكا تلفا وأعط منفقا خلفا. طيب فوائد دي. نعم نأخذ اتصال فضيلة الشيخ ثم نتابع. رشيد من فرنسا تفضل بسؤالك يا رشيد. الآن وسؤالين إذا صح التعبير. تفضل. السؤال الأول لوالدي تعيش في، أنا أعيش في فرنسا وعندي الوالدة تعيش في، أمي تعيش في إسبانيا وهي مريضة مرض مزمن يعني، وتأكل صافي نعم. أكلت بعض الشيء من رمضان، أكلت بعض الأيام من رمضان نعم. هل أخرج عليها أنا الزكاة أو يخرج عليها الشخص الذي عنده في البيت؟ تقصد زكاة الفطر؟ نو نو نو، أفدي عليها، كفارة كفارة الصيام. طيب الشخص الذي هي عنده في البيت من هو؟ من هو الشخص يسألك يا أخي رشيد التي تسكن نعم. معه؟ تسكن مع من؟ هي عند أختي حاليا. تسكن عند أختك؟ نعم. طيب سؤالك الثاني يا رشيد. ليس تسكن مع أختي، هي عند أختي حاليا. هي في زيارة يعني؟ هي نو لا هي يعني ليس عندها استقرار، هي عند اولادها، كل مره تكون عند احد. طيب أولادها. وهي الان عند اختك؟ هي الان عند اختي واكلت بعض الشيء من رمضان. وهل ستعود يعني لعندك باخر الشهر؟ لا 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 لا، هي ما تجي لفرنسا. طيب تسمع الاجابه يا اخي رشيد. سؤالك الثاني، عندك سؤال ثاني؟ قلت سؤال ثاني، عندي قطعة أرضية في المغرب. عندي قطعة أرضية في المغرب. نعم. أنا اشتريتها بالعلم ليس لدي بيت، أنا اشتريتها لبناء منزل حتى أوي إليه، لكن طال الزمان ولم أبني المنزل. نعم. هل أخرج عليه الزكاة أم لا؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. جزاك الله. فضيلة الشيخ، قبل أن أجيب على سؤال رشيد بالنسبة للسنن، هناك من يسأل ما هو الخط الفاصل بين النافلة أو السنة والبدعة؟ يعني متى يمكن
أن يكون عمل الإنسان الذي يريد أن يتنفل ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بدعة وليست سنة؟ لا، قضية البدعة هذه الحقيقة موضوعها كبير وتحتاج إلى شرح حتى نعرف معناها وأقسمها، ويعني هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة كما يقسمها بعض العلماء، أم لا يوجد بدعة حسنة وكل البدعة ضلالة كما يقول البعض الآخر. محتاجين الحقيقة نقف على مثل هذا في حلقة حتى نبين ونناقش أدلة كل قوم. لكن دعني أنا أوجز يعني البدعة. البدعة هو ما يفعله الإنسان على غير موجود، بمعنى شيء مبتكر شيء مبتدع لا يوجد له أصل، فأنا أعمله فأبتدعه، تمام؟ والفرق بين البدعة والسنة أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما البدعة فشيء يعني يؤلفه أو يبتكره أو يبتدعه الإنسان. عموما نوجز فنقول لا بدعة، لا يصح أن تكون هناك بدعة في الدين، لأن حديث في حديث أمنا البتول الطاهرة السيدة عائشة رضي الله عنها تقول يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم تروي عنه أنه قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في ديننا أي ابتدع في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن تمام، البدعة إنما اللي إحنا بنتكلم عنها هذه أو الحديث، لاحظ الحديث: من أحدث في ديننا، إذا القضية في الدين، في أمرنا، يحدث في أمر الدين، تمام. لكن هناك أمور يظن الناس بدعة وهي ليس كذلك، زي مثلا صلاة التراويح، تمام، صلاة التراويح مع أن الذي سنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لازلنا نسمع بعض الأقاويل من هنا وهناك، ها، من هؤلاء الذين يقولون: لا، أنا أصلي في البيت. لما؟ لأن النبي لم يصلي التراويح في المسجد، وهذه بدعة. وهذا كلام الحقيقة يعني ضعيف الحجة ولا سند له، وإنما هو كلام هوى لإنسان لا يريد أن يصلي في المسجد أصلا حقيقة. يعني أنا أصل في النهاية لهذا، لا يريد أن يصلي في المسجد، فيحاول أن يعني يسلي نفسه أو يعزيها ببعض الحجج فيكون مثل هذا. وإلا يا سيدي، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة يوم خرج وجدهم فصلى بهم، واليوم الثاني صلى بهم، ثم لم يخرج بعد ذلك. وقال لما سألوا انتظروه فلم يخرج، قال: أخشى أن تفرض عليكم. دي كانت الحجة تاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخشى أن تفرض عليكم. ولذلك لما جاءت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب وجد الناس في المسجد اثنين يصلوا مع بعض، وثلاثة مع بعض، وخمسة مع بعض، وصفين هنا وصف هناك، ما هذا؟ يعني احنا أمة واحدة، ما يمكن أن يحدث هذا في مسجد واحد. هكذا رأى سيدنا عمر رضي الله عنه الصحابة كلهم على إمام واحد. ولكن اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه واجتهاد الصحابة هو مصدر من مصادر التشريع، أليس كذلك فضيلة الشيخ؟ أي نعم، هو يأتي بعد الكتاب وبعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بس في خصوص سيدنا عمر وأبي بكر وعثمان وعلي، النبي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا علي بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا يحتاج إلى شرح. نعم فضيلة الشيخ، نجاوب على أسئلة الأخ رشيد. سؤال الأخ رشيد الأول عن والدته التي الآن هي موجودة عند ابنتها في إسبانيا. سؤاله: هل عليه هو أن يدفع عنها كفارة الصيام؟ هي لا تستطيع الصيام لمرضها المزمن. أسأل الله لها العافية. اللهم آمين يا رب. العاجل إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يشفي مرضانا
ومرضى المسلمين، وأن يعافينا ويعافي كل مبتلى. من يسعى ويسابق إلى بر والدته فله الأجر الأعظم والأكبر عند الله سبحانه وتعالى. لكن الذي نقول ما دام عندها أولاد يعني الصبيان، فالبنت غير مطالب منها أن تسدد عن أمها الكفارات وكذا، لأن البنت لا دخل لها، وإنما يعولها زوجها، والمرأة لا تنفق من مال زوجها إلا بإذنه. لكن عندها الأولاد، أولادها أحق بها أن ينفقوا عليها، أن يخرجوا عنها الزكاة ما دامت هي يعني قد مات زوجها. وأعتقد من كلام الأخ ربما هكذا أفهم يعني، أو مش موجود معها، فأبناؤها الذين معها يتفقون على من الذي يخرج، الذي يسابق عامة للخير له من الأجر الكبير عند الله سبحانه. لكن إذا اختلفوا فليقسموا هذه الكفارات على أنفسهم، وكما يقول شيوخنا الغنم بالغرم، يعني هم إذا توفاه الله بعد عمر طويل هم سيرثوا، ها هذا يعني يسموه إيه، غنم. ها طيب لما يكون في غرامة هم كذلك يدفعون. نعم. السؤال الثاني عن أرض له اشتراها ليبني عليها منزلاً، ويقول لم يتسنى له أن يبني المنزل، فهل عليه أن يخرج زكاتها؟ طالما هذه الأرض هو عنده يقين بأنها لبناء سكن له فليس عليها زكاة. فإذا خرجت النية إلى التجارة، إلى أنه سيدخرها للتجارة، فإن عليه أن يخرج عنها الزكاة في كل عام، يقدرها كم ثمنها ثم يخرج الزكاة. فضيلة الشيخ، نعم، هذه الحالة تكون كعروض التجارة، زي واحد عنده معرض فيه 20 سيارة، بيجي وقت الزكاة الحاول انه كله، والله يا سيدي قدر عدد قيمة هذه السيارات التي عندك في المعرض واخرج عنها الزكاة. الأخ يسأل عن حكم إخراج زكاة الفطر نقدا والأضحية نقدا أيضا. أما إخراج زكاة الفطر نقدا فهذا ربما الذي عليه جماهير علمائنا اليوم، جماهير علمائنا اليوم العلماء المعاصرين، ومن السلف كان هناك من الصحابة يعني زي سيدنا معاذ بن جبل وغيره الذين كانوا يفتون ببدل، بالبدل، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صاع من بر أو تمر أو شعير، تمام، سيدنا معاذ لما ذهب إلى اليمن وجدهم ناس عندهم بز قماش وإلى آخره، فكان يستبدل التمر والبر بأقمشة ويرسلها إلى المدينة، لأن المدينة ما كانش عندهم أقمشة. لماذا؟ هم يحتاجوا الأقمشة. الشاهد إخراج القيمة في زكاة الفطر لا بأس به، وهو نعم الأولى، والنظر في مصلحة الفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ورأي الأحناف الحقيقة هو أرجح آراء الفقهاء في هذا الأمر، وهو الذي يتجه إليه الفقهاء المعاصرون اليوم. لأني طبعا أنت حتى تأتي فتعطي الفقير يعني صاع من بر أو شعير، ماذا يصنع بالبر والشعير؟ وأنا والله أنا رأيت هاتين الحادثتين بأم عيني، حادثة في مكة وحادثة في نيويورك. أما الحادثة التي في مكة فرأيت الناس يذهبون، كان ساعتها أيام هذا في السبعينات، كانت المحلات حول الحرم، البقالة والسوبر ماركت وإلى حول الحرم ده، لا يعني هكذا. فكان البقالين اللي أمام الحرم تجد عندهم أكياس قمح للزكاة، يعني هكذا المعيار، وضعوه في كيس ويبيعونه، مثلا كان أيام ربما ب5 ريال ولا 4 ريال لا أذكر. فكان المزكي يذهب فيأتي مثلا وعايز يخرج عن 4، يأتي ب4 كيسات ويحمله ما كذا، ويجد الفقراء على أبواب الحرم فيوزعوا عليهم، فهؤلاء يأخذون في سيارة كذا
اللي يعني عربة عربة تمام، ثم يرجعوا يبيعونها مرة ثانية. لا حول ولا قوة إلا بالله، خسارة. هل هذا هو المقصد؟ الأمر الآخر، أنا كنت في زيارة أيضا كانت في أوائل الثمانينات تقريبا أو السبعينات لا أذكر، هكذا إلى نيويورك، وزرت مركزا هناك يعني كان يسمى مركز الغزالي، وفي مدرسة ثانوية ومركز إسلامي. نعم. وجدت حوله يعني كومة كبيرة من القمح، فسألتهم هذه في الشارع جنبه على طول، ما هذا إخوان القمح ده كله الكثير ده بتعملوا بإيه؟ مهلبية؟ طب هتهلبوا لمين ولا تعملوا إيش؟ هكذا. فقالوا لي هذه الزكوات، لا إله إلا الله، المسلمون، ولأننا ليس عندنا مكان نأخذها ولا نعرف فقراء نقدمها لهم فيرمونها هنا في المكان. يقولون الإخوة القائمين على المركز يومئذ قالوا نحن نغرم أموال بعد العيد حتى نأتي بالحمالات السيارات والرافعات لتأخذ تنظف المكان وتذهب لترمي به. الله المستعان. هذا اللي بيحدث الآن بالنسبة لمن يخرج زكاة فطره يعني حبوب، ماذا يصنع بها الفقير اليوم؟ ولله الحمد يعني هذه الآراء فضيلة الشيخ، وخاصة في أوروبا قل من نسمعها، يعني أنا ربما سمعتها قبل 20 عام هكذا، لكن الآن يبدو بأن عموم المسلمين وخاصة في أوروبا اقتنعوا بأن الإسلام هو دين المنطق، دين العقل، دين اليسر، دين التسهيل. ولكن سؤال آخر فضيلة الشيخ عن الأضحية تحديدا. خليني بس معلش لا تمر هذه. تفضل. لا زال بعض العقول الشاذة عندنا. أنا أذكر جاءني ربما من عامين جاءني أخ وجايب معاه يعني هكذا في سلة مليانة، بقول له يعني قال هذه زكاة الفطر أين أطرحها؟ قلت له أطرحها في القمامة، ليس عندي حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم. قال يعني أنت تأمرني أطرح يعني هكذا؟ افتجع لما قلت له هذه. قلت له يا أخي الحبيب، أنا لمن أعطيها ها؟ وكيف أوزعها بالله عليك؟ وكيف يستعملها الناس هنا؟ إذ يا إخواني الحبوب التي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت مطعما وكانت مالا. نعم. خلي بالك الإخوة لا يغفلوا هذا الأمر، كانت مطعما صح، يعني يطحنوها السيدة فاطمة، كانت الرحى أثرت في يدها من طحن القمح وتخبز، فكانت يستعملونها طعاما. لكن حاجة مهمة نغفلها، كانت أيضا مالا، بمعنى صحيح. كان أنا عندي مثلا قمح أروح أشتري قماش بالقمح. نعم، للمقايضة هي كان الشكل الأساسي للعملة، المقايضة بالمثل، الطعام، الخضار، البيض، ولا زال موجودة ربما حتى في بعض القرى، لا زالت موجودة ربما النائية وكذا، لكن نعم. الآن لم نعم. لا صار يعني طعاما لغالبية الناس السواد الأعظم، ولا صار مالا. الله المستعان. يمكن هذا كيلو القمح إذا أراد أن يأخذه للمطحنة وبعد ذلك يخبزه سيكلف أضعاف مضاعفة عن قيمة كيلو الخبز إذا ذهب ليشتريه خبزا. أكيد طبعا صحيح. السؤال عن الأضحية فضيلة الشيخ، يعني الأضحية نقدا إذا لم يستطع أن يؤدي الأضحية هنا، الأضحية أو العقيقة كلاهما يعني نحن السنة أن نذبح. ولذلك أنا ممكن مثلا أعطي مؤسسة خيرية أقول لهم والله أنا الأضحية عندي ب 150 يورو، لو سمحتم اذبحوا لي مثلا في مخيم اللاجئين في الأردن، مخيم اللاجئين في لبنان، مخيم اللاجئين في اليمن، في أي مكان اذبحوا لي. أقول لهم اذبحوا لي، فهو يكون وكيلا عني في الأضحية. أو أرسل لأهلي مثلا في بلدي، لو سمحتم أنا أريد أن تقيموا العقيقة هذه لأقاربي وأهل الحي والفقراء وإلى آخره، تمام؟ فاذبحوا لو سمحتوا لي كبشين وهكذا مثلا يعني. نعم. فحتى لو أرسل المال لكن لابد أن يشترط عليهم الذبح. لماذا؟ لأن السنة، خلي بالك بقى هنا نتكلم عن السنة، لأن السنة هنا هي الذبح. واضح، وليست الصدقة يعني. طيب لا، إذن هون سؤال فرعي، إذا كان سيرسل هذه الأضحية لأهله، هل يشترط أن يكون من يأكل من هذه الأضحية
أو من سنة العقيقة الفقراء؟ هو الحقيقة هذا الأرجى والأولى، وده مقصد من مقاصد الذبح، إن الناس الفقراء الذين ربما لا يجدون لحما ولا وهكذا أن يأكلوا، ولذلك يسن تقسيم الأضحية إلى ثلاث، كما قال فقهاؤنا يسن تقسيم الأضحية إلى ثلاث، ثلث للفقراء والمساكين، وثلث يهديه لأصحابي وأصدقائي، وثلث له ولأهل بيتي. واضح. نعم. فضيلة الشيخ، الأخ يسأل: هل يجوز لي أن أؤدي عمرة عن أبي وأمي في مرة واحدة، في آن واحد يعني؟ إذا كان الأب والأم قد أديا العمرة وهما قد انتقل إلى جوار الله عز وجل، فلا بأس إن فعل ذلك على سبيل الدعاء والهبة، أنا أهب إليهم هذه العمرة هدية مني لهم، لا بأس. لكن لو كانت العمرة هذه هي العمرة الواجبة، العمرة هو خلاف بين أهل العلم، هل هي واجبة أم هي سنة أم هي النهاية، أيا كان الآراء، فإذا كانت الأم لم تعتمر عمرة والأب فلا يصح أن أهدي عمرتين، أن أهدي عمرة واحدة لشخصين، أن تكون عمرة واحدة تنوب عن شخصين، إنما لكل شخص تنوب عنه عمرة. تمام؟ نعم. إذا كان أيضا أحياء وأنا أريد أن أهديهم الثواب فلا بأس، يعني إذا كانوا أحياء ويستطيعوا أن يأتوا. نعم. أهديهم بس نعم. الأخ أحمد من المغرب يقول: المسجد الذي نصلي فيه يوجد في الحي الذي نسكن فيه، لكن طيب السؤال: في رمضان هناك شخص يوزع الماء والتمر عند الغروب للمصلين، وأغلب المصلين من الطبقة الوسطى، وهذا الشخص مشكوك في ماله، فالسؤال: هل يجوز أخذ ذلك المال والتمر للإفطار به؟ ما لم يتيقن، الأصل أنه لا يشك، الأصل أن المسلم لا يشك في مال أخيه بل في مال حتى غير المسلم، الأصل وكذا، لأن الأصل في الإسلام البراءة، الأصل في الإسلام البراءة وليس التهمة، فأنا أجلس أشك ربما يمكن وأستعمل كل أدوات الشك، لا، الإسلام أراحني من هذا الأمر. تمام؟ أراحني من هذا الأمر وجعل أن الأصل البراءة، الأصل البراءة. نعم. ولذلك يقولون من قواعد الأصول: الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل في الإنسان أن ماله حلال وأن مطعمه ومشربه حلال، الأصل هكذا. الأخ محمد من فرنسا يقول: أصلي التراويح مع أهلي في البيت مرة 4 ركعات ومرة 6 ركعات، ثم نصلي الشفع والوتر، فهل عملنا صحيح؟ ما دامت هذه استطاعتك فعملك صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما أمرتكم بشيء، يقول: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، ما دام هذه استطاعتك فلا ضير عليك. ولكن لو أنك لست أنت، يعني أنا آسف، لكن لو أن إنسانا يفعل ذلك ثم يذهب ليقضي ليله بقى في التمثيليات والبرامج وإلى آخره، فأنا أنصحه، أنصح هذا يعني من يفعل هذا بأن يتقي الله في ليله في رمضان، فإن الحبيب بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأخت نجاة فضيلة الشيخ تقول: نرجو منكم فضيلة الشيخ أن توضحوا لنا الأيام التي يمكن أن نترقب فيها ليلة القدر. هي ليلة 21، وهي ليلة الجمعة، ليلة الجمعة، ليلة 21، ثم ليلة 23 25 27 29، وفي كل جاءت أحاديث على فكرة، يعني وإن كان تجد الناس يزدحمون يعني في المساجد في ليلة 27 هذا خير، لكن ربما تفوتهم في ليلة 27، يعني ربما تكون ليلة 29، ولذلك أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان متحريا
فليتحرى في الليالي ذوات العدد الفرد. ما هي الليالي ذوات العدد الفرد؟ 21 و23 و25 و27 و29 هذه 5 ليالي، يعني ما يش حاجة يعني. نعم. الأخ يسأل: ما حكم من تسرب شيء من معجون الأسنان إلى حلقه أثناء الصيام؟ إذا كان ذلك عن عمد فهو مفطر وعليه القضاء، أما إذا كان ذلك خطأ منه حدث فتسرب هكذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. الأخ عبد الله فضيلة الشيخ من إسبانيا يقول: هل الكاريكاتير الإبداعي الذي يحتوي نقدا سياسيا لجهات معينة حرام، وهل يعد من الغيبة؟ للتوضيح فضيلة الشيخ، الرسم الكاريكاتوري في العموم بالنسبة لتشخيص الناس يعتمد على إبراز أشياء في شخص، في الوجه مثلا، شخص تكون أذناه مثلا طويلتان فيظهرهم بالكاريكاتير بشكل مبالغ طويلة جدا، أو شخص أنفه كبير فيظهر بشكل كبير وهكذا. فهذا النوع من النقد للشخصيات السياسية أكيد تلاحظ كثيرا. سؤاله للأخ يعني: هل فيه حرمة إذا كان الهدف هو نقد الشخصية السياسية كفعلها؟ يعني الشخصية السياسية شخصية عامة، والشخصيات العامة لا شك يعني تختلف عن الشخصيات الخاصة. لا، الشخصيات العامة من حقنا أن نقول لها أخطأت هكذا، ومن حقنا أن نقول له كما قامت المرأة وقالت لعمر وغيره، لكن بشرط ألا نخرج عن حدود الأدب، ألا نخرج عن حدود الأدب، وألا نأتي بشيء ليس فيه. تمام؟ فنبتكر أشياء من أجل أن نضحك الناس فقط، يبقى هدفنا أن نضحك الناس، فأحيانا تأتي الأشكال كشيء مسخة. هذا لا يقبله الشرع بأي حال من الأحوال، لأن ربنا قال عن الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فلما يجي كاريكاتير عن إنسان يظهر كأنه مسخة، كأنه شكله قبيح هكذا، لا، أنت تريد تنتقده، طلع أي حاجة، انتقاد للعمل، انتقاد للفعل اللي يفعله، من غير أن تسيء إلى خلق الله له، أو أن تأتي بشيء ليس فيه. كلام طيب. يعني هذا أنه الكاريكاتير هو أصلاً يعتمد على الإساءة للشكل. يعني أنت تعرف هنا في الغرب في حرية تعبير، ويتم انتقاد المسؤولين الحكوميين حتى على الجرائد الرسمية. أعطيك مثال: مثلاً رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون معروف بأنه عنده تسريحة شعر مختلفة، أنه يترك شعره هكذا ناشف منفوش، هذه هي تسريحته. فعندما ينتقدوه في الكاريكاتير يركزوا على هذا الشيء، ويظهر شعره يعني طويل جدا وهكذا. فمثل هذا النوع يعني هو ما علاقته بالشخصية حقيقة؟ يعني إذا كنت تريد أن تنتقد مثلا رئيس الوزراء بأفعاله، لماذا تظهره بهذا الشكل؟ نعم، أحسنت. في طرق أخرى للنقد من غير أن أسخر من شكله. تمام؟ في طرق أخرى، وإلا نحن اعترضنا على الرسوم المسيئة لسيدي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نقبل هذا. فالذي لا نقبله لأنفسنا لا نقبله لغيرنا ولو اختلفنا معه. كلام طيب. يعني إذا اختلفنا معه لكن ننحي قضية الإساءة للشخص لشكل خلقه الله سبحانه وتعالى، أو أصلا نحن نبالغ. يعني المشكلة في الكاريكاتير أنهم يبالغوا، يركزوا على شيء معين في الوجه وهكذا ويبالغوا فيه. لا يجوز، من وجهة نظري التي أراها لا يصح. واضح، لا يصح أبدا. لكن أنا من حقي يعني أعمل كاريكاتير يدين العمل اللي عمله، يدين الفعل اللي فعله، ولكن تبقى إنسانيته التي خلقه الله عليه. نعم. الأخ يسأل فضيلة الشيخ: لدي تركيب أسنان وترميم للفك، ويقول الطبيب، يقول له عنده خيارات بأنه يجب أن يكون ذلك من عظام البقر، أو يجب أن يكون أيضا من الخنزير تحديدا،
يعني بين التخيير والتحديد. إذا كان ليس لديه خيار آخر، أنه ترميم الفك يجب أن يدخل فيه حبيبات من عظام الخنزير. لا يعني الآن الحمد لله قضية الأسنان هذه تعدت هذا كله، وأنا أعرف أطباء أسنان تكلموا معي في هذا الأمر، تعدت. هناك الآن أمور تقوم مقام هذا الأمور، تقوم مقام العظام هذه، لكن في النهاية كما يقول إخواني المغاربة، الله غالب. إذا ليس أمامي إلا هذا فأنا أختار عظام البقر، لا أختار عظام الخنزير. لكن الأخ عفوا للمقاطعة فضيلة الشيخ يقول هو يعني سيكون من عظام البقر، هذا صحيح، ولكنه يحتاج لحبيبات عظمية مستخرجة من الخنزير ستمتص من الجسم بعد فترة. ويقول الطبيب قال له يعني لا يوجد بديل، ونسبة نجاح الزراعة ستقل كثيرا إذا لم يقوم بوضع هذه الحبيبات العظمية من الخنزير. يعني إذا 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 وصلنا إلى ضرورة فلا بأس، إذا وصلنا إلى ضرورة طبية فأنا أو العلم الشرعي أمام الضرورة الطبية يقول لا بأس. كلام أجاز للرجل أن يطلع على المرأة من أجل العلاج، أن يطلع على مكان العلاج للمرأة، وللمرأة أن تطلع على مكان العلاج للرجل، مع أن هذا في خارج العلاج حرام. فكل ما كان من أمره يعالج شيئا عند الإنسان يصلح شيئا منه لا شيء فيه إن شاء الله. الأخ يسأل فضيلة الشيخ ما هي النوافل المؤكدة للصلوات الخمس؟ النوافل المؤكدة ركعتا قبل الفجر، ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر أو أربعة، وركعتان بعد الظهر، يبقى دي كام كده؟ ها؟ يبقى دي كده ستة. نعم تمام؟ ستة، وركعتان بعد المغرب ثمانية، وركعتان بعد العشاء يبقى أدي عشرة، والذي يضيف أربعا قبل الظهر فهي إثنى عشرة. ففي حديث ورد بعشر ركعات، وفي حديث ورد باثنى عشرة ركعة. تمام؟ فالذي يفعل هذا على خير، والذي يفعل هذا على خير، والذي طيب. يزيد على خير. بارك الله بك. إلا الفريضة على خير. فضيلة الشيخ الأخ يسأل هنا عن ركعة سنة العشاء في رمضان لا يصلوها في المسجد، ويبدأ مباشرة بعد العشاء بالتراويح، يعني هل يحسب سنة العشاء من التراويح؟ تدخل أصلا نوافل، تدخل ضمنا، لأن أنت عندك لو أعطيت مثلا، لو أعطيت الناس وقتا ليصلوا سنة العشاء، أنت بحاجة إلى عشر دقائق أخرى ربع ساعة، والوقت متأخرا، وربما الناس تضيق وتذهب، فهي تدخل مع هذه، يعني نافلة العشاء تدخل مع هذه الصلاة التي تصلى بعد العشاء جماعة. الأخ يسأل فضيلة الشيخ يقول كيف يتعامل الزوج مع زوجته التي تدردش كثيرا على الفيسبوك مع رجال ونساء بحجة مواضيع عمل، وما هي ضوابط التعامل مع الجنس الآخر في العالم الافتراضي حتى لا يصل المتزوجون إلى مرحلة خراب البيوت والطلاق بسبب كثرة هذه العلاقات على الفيسبوك؟ يعني عليه أن يشغلها، علي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلت بالباطل، عليه أن يشغلها بالحق تمام، وأن يعطي لها فسحة برضو، يعني حتى لا يكون سيفا مسلطا عليها، ويحاول أن يشاركها في أعمال المنزل، يحاول أن يشاركها في قراءة كتاب، يحاول أن يشاركها في صلاة، قراءة قرآن، يعني تبقى هناك أعمال مشتركة حتى لا يتركها هكذا فتذهب هي بهذا المذهب مع النت. بارك الله بك، جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. بهذا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام هذه الحلقة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.